أثر المخطط الذي تم الإعلان عنه ووضعه من قبل شركة المياه وتطهير الجزائر سيال بمناسبة عيد الأضحى عن نتائج جد مرضية من حيث عملية التزويد بالمياه الشرب وتسيير منشآت التطهير، وذلك رغم الاستهلاك المرتفع منذ الساعات المبكرة من اليوم والإلقاء الكثيف للبقايا في شبكات التطهير. فلقد تميزت الاستراتيجية الشاملة للتزويد بالمياه الشرب في ولايتي الجزائر وتيبازا خلال مناسبة عيد الأضحى بإنتاج إجمالي قدره 1.1 مليون متر مكعب في اليوم في الجزائر العاصمة و216 ألف متر مكعب في اليوم في تيبازا لليوم الأول لعيد الأضحى، ومع ملء مثالي للخزانات بلغ حوالي مليون متر مكعب.